حتة سريعة كده عشان نفصل بيها المود. بس عندنا مرض اسمه هيموكروماتوزيس، أخوه اسمه ويلسون ديزيز أو مش عارف اسمه إيه، والتالت اسمها أوكرونوزيس. طيب بالراحة كده خلي بالك، في سؤال: هيموكروماتوزيس يعني إيه؟ higher هيموكروماتوزيس يعني إيه؟ deposition. معناها iron deposition disease. ده واحد من اتنين، يا اما يكون جينيتك ديس اوردر يا اما يكون سكندري. سكندري زي ايه يعني؟ زي الهيموليتيك انيميا اللي هم بيحبوا يسموها عشان يفرقوا ما بينها وما بين الكونجينيتال اللي مولود كده، اسمها هيموسيدروسيس. طب يا دكتور انا يعني واحد بيقول لي وانا مالي ومال الكلام ده؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو. بص يا سيدي، الهيموكروماتوزس نمشي كلاسيك، نقول ادي الايتيولوجي اهو، وادي الكلينيكال برزنتيشن، وادي الانفستيجيشن، وادي العلاج. بص يا سيدي، الهيموكروماتوزس ده عباره عن برايمري ديبوزيشن للاير في اي برينكايمال سيلز، هيريديتري مولود كده. طب العيب في مين يا دكتور؟ العيب في مين؟ بص، ده اسمه اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. يبقى لازم تعرف اسم الجين في الام سي كيو. يقول لك ايه الموست دايجنوستيك فاكتور او تيست؟ اسمه الهيب جين. في جينات اخرى بس ده الكومن. يعني هيديك مساله دينوتنج ان المرض عنده هيموكروماتوزيس، هيسالك سؤالين في الانفستيجيشن، البيست انيشال وده السهل يعني، لكن مين الدايجنوستيك يا دكتور؟ هو ده. طيب كلينيكال برزنتيشن، كلام سهل على فكره، كلام سهل. بص يا سيدي، يترسب الايرن فين؟ في الاماكن الاتيه: مفاصل يعني ارتكلر مانيفستيشن، وخارج المفاصل اسمهم نون ارتكلر. زي مين؟ مشهور انه يترسب في السكن، اثنين في الليفر، ثلاثه بنكرياس، أربعة اندوكراين الأورجان فوق وتحت. يترسب في الهارت، قلبه زي الحديد. طيب واحدة واحدة، هو لما يجي في المفاصل يعمل إيه؟ يعمل إيه في المفاصل يا دكاترة؟ مين شاطر يقول لي؟ سمعناها دي. أوستيو أرثرايتس صح. دي. أيوه. كريستال انديوس. أسوشيتد مع أدي السي بي بي دي أهو. اللي هو كوندروكالسينوزيس. اثنين، يعمل لك اوستيو ارثرايتس في نون يوجوال سايت. دي اتعلمتها من الناس بتوع راديولوجي، يقول لك مكان مش مشهور للاوستيو ارثرايتس. خد الثالثه، ياخد السكند والثيرد ام سي بي يعمل فيهم ارثرايتس. طب وبعدين بره المفاصل بقى يا سيدي، على مستوى السكين يحصل ايه؟ برونز الدايبيتس. الليفر يعمل ايه؟ يدخله في هيباتايتس اكيوت وكرونيك، وبعدين سيروزس، وبعدين لان الايرن ايرتنت يا دكتور يدخله في هيباتو سيلولار كارسينوما. على مستوى البنكرياس دايبيتس ميليتس، فزمان سموه برونز الدايبيتس. اندوكراينال لو اترسب في البيتيوتري مفيش جروث هرمون، يبقى هايبو بيتيوتريزم. ولو اترسب في الجونادز يبقى انفيرتيليتي الريفرسبل. طبعا هنا بقى اسالك سؤال يا سيدي، هتعمل له ايه الانفستيجيشن؟ مين شاطر يقول لي؟ ده حديد زياده، يبقى انت بتعمل حاجه اسمها الايرن بروفايل. بص يا دكتور، ايه رايك في السيرم ايرون؟ قليل ولا زياده؟ ها؟ في العبيط صح كده؟ النقطة الثانية، السيرم فيريتين عالي، ليه؟ بيرفلكت الاستور. أهم نقطة في الام سي كيو مين؟ الترانسفيرن ساتوريشن. بص يا دكتور، الحديد بيتشال في قالب كده، وبعدين نسيب حتة فاضية، ده النورمال أهو. التلت فاضي عشان نعمل حسابنا لركاب في الطريق. بلاش كده، انت مسافر البلد
بتركب عربيه من الموقف، فالعيال اللي هم التبعين اللي فاهمين الطريق يقول للسواق بتاعه ايه، بص فاضل 2 كرسي يا معلم نسيبهم فاضيين عشان النهارده الخميس، يقولوا لي يا ابني عشان ناخد ناس من الطريق عشان يرفع الاجره بتاعته شويه. ده النورمال. ايه النورمال بقى؟ انك تسيب التلت فاضي. طب بالله عليك، واحد عنده حديد زياده، ايوه يا دكتور انا كنت شغال في مواقف قبل كده، امال ايه؟ والكلام ده كده بيجي لوحده؟ لما يكون ايرن زياده يا دكتور كده يبقى الترانسفيرنس ساتيوريشن دكتور قليل، مفيش مكان لناس تركب. خلي بالك النقطة التانية، هو أنت لما بتعمل ايرن بروفايل كده السبب هيموكروماتوزس، الموست دايجنوستيك إنك تدور على مين؟ مين يقول يا دكتور؟ دكاترة أنا بكلم نفسي ولا إيه؟ والسؤال ايه يا دكتور معلش تاني؟ ترانسفيرنس ساتوريشن لك سؤال، تعمل ايه يا دكتور؟ قول له اعمل ايرن بروفايل. طب رقم اثنين، هو فطرة حل، أنا ما سمعتش حاجة الجملة اللي فاتت. وانا بتكلم دلوقتي لو جالك مريض، لو جالك مريض يا دكتور معاه مفاصل تعبانه ومعاه ليفر انزيمز عاليه، فتسال نفسك ايه اللي ربط المفاصل بالليفر؟ واحده منهم الديبوزيشن او الميتابوليك ديس اوردر اسمه هيموكروماتوس. شاطر، فيقول لك اعمل لي انفستيجيشن، قول له ايرن بروفايل، كلمه واحده عكس الايرن ديفيشنسي انيميا، كلمه واحده يعني. طب رقم اثنين، عشان تثبت ان هيموكروماتوزيس تطلب حاجه اسمها الهيف جين. شاطر. طب العلاج، بص يا دكتور كونفنشنال ان المريض يتبرع بالدم فلوبوتومي، يسحب قد ايه يا دكتور؟ يسحب قد ايه؟ 500 سي سي من الدم، يتبرع منهم يعني يتبرع كل قد ايه؟ 3 ل 4 مرات في السنه، يعني تقريبا كل 3 او 4 شهور. كل 3 او 4 شهور، طب وده مهم في ايه؟ يهمك في ايه يعني؟ هتلاقي اثناء المريض ما يتبرع بالدم يا دكتور تحسن الانسولين سنسيتيفيتي. اثنين، السكين بيجمنتيشن تقل شويه. ثلاثة، الفتيج يتحسن. أمال إيه اللي في الإم سي كيو اللي بيحل مسائل الهيئة السعودية دلوقتي ما يتحسنش؟ لا السيروس هيتحسن ولا الأرثروباسي ولا الهايبوجونيدزم، هيفضلوا زي ما هم. يعني ثلاثة بيتحسنوا بالفلوبوتومي اللي هو التبرع بالدم 3 ل 4 مرات في السنة. يا جماعة الخير رمضان كريم، ده إحنا لسه في أول اليوم. مين اللي مش هيتحسن في الإم سي كيو يا دكتور؟ ثلاثة، لا سيروس هيتحسن ولا هايبوجونيدس ولا ارثروبس. طيب رقم اثنين، هتدي ايرن كليتنج ايجنت زمان بيسموه ديس في الروكزامين، ضح خلاص. هل في ديفينيتيف تريتمنت؟ ما فيش، ليس هناك ديفينيتيف تريتمنت للهيموكروماتوسيس. على الوزن يا دكتور بقى، هو مش هيهمنا قوي بس لازم تعرف الفرق بينهم. بص يا سيدي، ده كان حديد زيادة لعب في الجين اسمه الهيف جين، ده كبر زيادة لأن لعب فين؟ ليه شيال اسمه سيريلوبلازمين، ده اللي بيشيل الكبر. خلي بالك ده لما يقل الكبر يبقى بيلف في السيركيليشن. طب بيترسب فين؟ يجيب لك مسألة غريبة شوية، مسألة غريبة يعني، إنه بيترسب في الليفر، يعمل لك إيه؟ ليفر سيروسس. شاطر. بص بيقول لك المريض عنده abnormal movement بصورة tremors، باركنسونيا لايك تريمورس. تقول يا رب ايه اللي جاب ده لده؟
يقوم يسألك أول حاجة تعملها إيه؟ قول له أعمل له سليت لام. راح خلاص بالراحة كده، كبر زيادة عشان نقص السيروبلازمين. حلو حلو، برافو عليك، شاطر. طب وبعدين يا سيدي؟ يترسب فين؟ في الليفر، عشان تثبت بس الديفرنشال ما بينه وما بين الهيموكروماتوزس. بقول لك عنده في ايده ريجولار تريمورز ورابت في صورة ترولينج، رحم الله نيورو بقى وايامه، يعني بان بتاع ده باركنسونيا لايك سيندروم. هيسألك تعمل ايه؟ له ستيت لامب، لان رقم ثلاثة في الكلينيكال برزنتيشن بيعمل حاجة اسمها كايزر فليشر رينج، بتنزل حاجة اسمها الاوس في ستيشن، مش مهم. تطلب مين؟ تطلب اليورينري كفر، وتطلب السيروبلازمين، ده يزيد ده يقل، العلاج ديسفيروكسامين. ده خلاص. طب نمشي كلاسيك عشان الناس بتزعل. نقص السيروبلازمين ده جينيتك ديس اوردر. مين يزيد الكفر؟ يترصف فين؟ في ثلاث اماكن، في الليفر، بيزا الجانجليا، في الكورنيا وزوال. ده خلاص. اوكرونوزس، بص يا دكتور بقى، رست بيها كده اكلمكم في حاجه. الامراض الصغيره الميتابوليك دي اوعى تكون فيها، تكون فاكر انها امراض الثواني الاخيره، يعني مش عارف انت هتنزل مين في الدقيقه 45 يجيب لك جون. لا، دي لازم تتذاكر زي الروماتويد. ليه؟ ساعات يخبطك سؤال كده لوحده ويسالوا لك في الاورال، وخصوصا الاكزامر الاكسترنال مثلا. يعني انا فاكر احد الناس اتسال سؤال كان داخل لجنه اوستيو ارثرايتس، لما قال له ايه اديبو سايتوكاينز، فالراجل قال له يا دكتور يعني طب ما تشوف حاجه تانية، فهو ماسك على اديبو سايتوكاينز، فالاستاذ قال له ما تسال حاجه تانية، قال لهم لا انا كده خلصت. يعني انت منحرر نفسك وجاي من تاني محافظه عشان تسال في الاديبو سايتوكاينز؟ طب يا عم فك في حاجه تانية. قال لك لا هو كده. فعايز اقول لك ان الامراض دي ما بتتجابش في اخر يوم، لا لا لا، ذاكرها كانك بتذاكر روماتويد، تدردش فيها كده يعني. اوكرونوزس، بص يا دكتور كده، احنا عندنا امينو اسيد مش محبوبه، زي مين؟ فينايل الانالين والتايروزين امينو اسيد. هذه الامينو اسيد لابد ان الجسم يتخلص منها. طب يتخلص بقى عن طريق مين بقى واحنا في موسم العمره؟ عن طريق الحاجه، او نقول كده بلغتنا في المنصوره ايجا، ايجا صح كده. نقص اللهوم وزنتسك اسيد، انا امشي كلاسيك احسن. ايه الايتيولوجي؟ ده مريض عنده نقص في الهوموجينتسك اسيد اوكسيديز انزيم. ده بيعمل ايه؟ بيخلصنا من التيروزين، يحولوا المادة تانية. ايه هي؟ مش مهم. الحاجة دي لما تنقص يوم يحصل اكيوميليشن يا دكتور للهوموجينتسك اسيد، ده جاي منين؟ ده من تحويل التيروزين، يشتغل على الحاجة دي حاجة اسمها هوموجينتسك اسيد اوكسيديز، يبقى ده اللي ناقص، يبقى حبيبنا ده يزيد. لما يزيد للأسف الشديد ده ليه لون يا دكتور، يتشطر على الناس اللي ملهاش لون. فهم اسألك سؤال، اهم فيرست انيشال برزنتيشن ايه؟ اللي يقولها خمسايه. دكاتره بالله عليكم خليكم معايا، مين شاطر يقول لي؟ طب بلاش كده، طب هو هيترسب فين؟ بيجمنتيشن يا دكتور، بس فين؟ بيجمنتيشن ما هو احنا قلنا ده بينزل الحاجات يا دكتور امل في السؤال اللي ملهاش لون، يعني لون اليورين. فلو طفل مولود كده تلاقي الحفاظات بتاعت الولد لونها اسود، يا صلاه النبي. طب هيترسب فين؟ مفاصل ملهاش لون، سواء اكسيال او بريفرال، ثلاثه يترسب في الار سكليرا، يعني ياخد الاير بن، ياخد اي حاجه. هو لما يجي في المفاصل، عشان انت دكتور شاطر بقى، يعمل ايه؟ يعني البرزنتيشن جنريتيف ارثرايتس. ها
خلي بالك الاوكرونوزيس ده هو اسمه الكابتنوريا. الكابتنوريا خلي بالك بس بيعمل ايه في الاكسل سباين يا دكتور؟ بيعمل ايه في الاكسل سباين؟ شاطر. بص يعني هيشتكي من ايه؟ يعني باك بين. ليه؟ لانه بيعمل اوسيفيكيشن للاندر فيرتبرال ديسك اللي مالوش لون، هيبان لونه يميل للسواد شويه، يعمل سيفير اوستيوبروزس لان الهيموجينتيسك اسيد ده ستيمولنت الاوستيوبلاست. طب على مستوى البريفرال يا دكتور، ده لما يترسب في البريفرال هيعمل ايه يعني؟ كلمه واحده، كوندرو كالسينوزس. سهل الكلام ده يا دكتور؟ اه. يقوم يسالك سؤال بسيط، طب بلاش يسالك نكمل بقى. اما يترسب في الاي فلوس كليرا، لكن اخطر حاجه ان نعمل ايه بقى يا دكتور؟ الحاجه الخطيره ايه؟ مين شاطر يقول؟ اللي يقول هيبقى شاطر، انه بيعمل اورتيك ستينوزس. لازم تعرفها دي ليه؟ عشان دي سبب الوفاه. امشي كلاسيك عشان محدش يزعل. السكشن هنا ابنورمال جين اسمه الهيب، يزيد الايرن، يترسب مفاصل وخارج مفاصل. الحل ايرن بروفايل، وتدور على الجين فولوبوتن بح خلاص. زياده كابري ال سيروبلازمين، ليفر سيروزس، ابنورمال موفمنت في سيرو باركنسونيا، وسليت لامب عشان تدور على الرنج الخربانه دي. ونختمها بالحاجه بتاعتنا دي، اسمه اوكرونوزس او ليه اسم تاني اسمه الكابتنوريا. ترسب في المفاصل، على فكره دي بتنزل اكس راي اهو، ولا تسعه. كلينيكال برزنتيشن يعمل ايه؟ يترسب في الاماكن اللي ملهاش يورين. عشان كده البيبي يا دكتور تلاقي لون البامبرز بتاعته سودا، مفاصل اكزل وبريفر الاي يا دكتور. وهذا الكلام. هنا السؤال بقى، هنا اسالك سؤال، هو الاوكرونوزس ده مرض جينيتك صح؟ طب تعرف حاجه اكوايرد اكرونوزس؟ اللي يقول يبقى شاطر. يعني ايه اكوايرد يا دكتور؟ يعني انت بتدي ماده من بره بتمنع الهوموجينتيسك اسيد اوكسيديز. مين شاطر يقولها لي؟ يلا يا دكتور مين يقول لي؟ طيب الكومن سايد افكت للكينين والكينيدول ايه؟ مش بتعمل سكين مانيفستيشن عنطريه يا دكتور ما يسمى باسم الاكسوجينس اكرونوسس. ما تزعلش، ما اقدرش ازعلك انا. هل هذا المرض له علاج؟ ادي فيتامين سي. قول يا رب بقى ليه؟ بيقولوا ان الفيتامين سي ده بيحسن الهوموجينتيسك اسيد اوكسيديز. بح خلاص، خلاصة الكلام مفاصل وليفر سيروزس، مفاصل وليفر سيروزس. هو مش هيقول لك كلاسيك اللي في المسألة ليفر سيروزس، هيقول لك elevated liver enzyme أو المريض عنده جوندس مثلا. يبقى عليك بالأيرن بروفايل والهيف جين أرجوك. حلو. اتنين العلاج فلبوتومين وديسفيروكزامين. الثاني اسمه ويلسونز ديزيز، ويلسونز ديزيز، ويلسونز ديزيز. ايه الويلسونز ديزيز ده؟ زياده كبر عشان مين اللي ينقص؟ سيروبلازمين. واحد من الناس انا سامعه بيقول لي وانا مالي، اللي بيمتحن معادلات يا دكتور في اي حته على فكره، مسافر السعوديه، مسافر اي حته، هو ملوش علاقه ان انت روماتولوجي بس، هو بينزل لك اسئله المتشابهات. المهم يعني بعد كده الاوكرونوزس هوموجينتيسك اسيد ديفيشنسي، الكلينيكال برزنتيشن يتشطر على الناس اللي ملهاش الوان. طيب نروح بعد كده. دكتور محمد، السلام عليكم. دكتور محمد اهلا. دكتور ابراهيم، وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جدا لحضرتك يا بيه، متشكرين جدا والله على الموضوعات دي. تسلم يا فندم. هتؤمر تحت امرك، ربنا يبارك فيك. المهم الانصت يا فندم بتاعهم بيبقى امتى المفروض؟ بص يا باشا، ده نيونيتال ديزيز من بدري كده، لون اليورين الفرتبرا عشان تتاثر في الادلت ايج. والهيموكروماتوزس؟ لا، الهيموكروماتوزس ليتر اون، يعني ما يجيش من بدري كده يشتكي. يعني دايما الانست معاه بتكون مع ليفر سيروز في سن ال 20 30 سنه. كويس.
كومن بقى ميل وفيميل، ده الكلام ده انتوا عارفينه انه كومن في الميل، ما يجيش في الفيميل اللي اذا كانت بوست منوبوزال. هل ممكن نقول عليه في اكواير تايب في العيانين اللي هم اه زي الثلاسيميا والسيكل سيل اللي بياخدوا بلاد ما انا قلت ترانسفيوجن؟ اللي بياخدوا بلاد ترانسفيرنس ده اسمه هيموسيدروسيس، اسمه سكندري ايرون اوفرلود، تمام يا يعني فندم. زياده الحديد دي يا اما من تكسير الدم، من تكسير الدم زي مرض الهيموليتيك انيميز ده، هم بيسموه عشان يفرقوا من الهيموكروماتوزس سموه هيموسيدروسيس. كويس، الفرق ما بينهم ايه؟ ان الناس اللي عندهم هيموليتيك انيميا مفيش مفاصل الا السيكل سيل انيميا. كويس، وهناك اعراض تمام. الهيموليتيك انيميا واضحه، اللي هو حاجه في وشه وحاجه في بطنه وحاجه في الهيستري، يعني المريض عنده من جلويت فيس ولونه اصفر، البطن هيباتوسفلينوميجال، والام تقول لك ريبيت بلاد ترانسفيوجن بس خلاص. بالمناسبه بس يا دكتور ابراهيم وللجميع، يعني الاوكرونوزس في تكه في الفرتبرال انا نسيتها، انه بيعمل سندزموفايت، يعني معلومه على السريع كده. العنوان الثاني يا دكاتره، من يقول الانديكيشن للاي في اي جي ان روماتيك ديزيزز، انا عايز اخلص بس الحاجات دي عشان نبدا على بياض ان شاء الله في المحاضره الجايه. مين شاطر يقول لي مبدا الاي في اي جي في الروماتيك ديزيز ايه؟ ما هو المبدا؟ مين اللي شغال يا دكتور؟ ها البيسر بس كده، يلا قول لي الانديكيشن كده، يلا يا سيدي. ها كواساكي، كواساكي ديزيز. صح، برافو عليك، ادي الكواساكي اهو من عندنا يهمنا. اتنين يا دكتور، تعال نقسمها بس كده، ان هي هل هتمشي مفاصل زي روماتويد زي سيرونيجاتيف زي مش عارف ايه؟ لا خالص، امال اللعب فين؟ عشان ما تحفظش بس في الناس اللي فيهم مالتي سيستم ديزيز، مالتي سيستم ديزيز، مالتي سيستم ديزيز، مالتي سيستم ديزيز، يا رب زي ايه؟ مين شاطر يقول لي؟ رقم واحد سيستميك لوبس، لوبس، صح كده اهو، انا هعلم كده اقول سيستميك لوبس. اثنين درماتوموسايتس، ثلاثة فاسكولايتس، ما هم دول مالتي سيستم باللي تحتهم. بس خلي بالك بقى عشان انت تقدر تألف بقى، هي مكتوبة فين مع اللوبس نفرايتس يا دكتور؟ مع اللوبس نفرايتس، اه مع الاس ال اي مكتوبة فين؟ شوف شوف، مكتوبة في الانتي فوسفوليبيد مكروز سيندروم، صح كده؟ في الريفراكتوري لوبس نفرايتس، اه هيماتولوجيكال مانيفستيشن اوتو اميون هيموليتيك انيميا. العيال اللي عندهم كونجنتال هارت بلوك، المولودين اللي هم عندها نيونيتال لوبس، عندها لوبس اسف. طب تستخدم في الدرماتوميسايتس؟ ايوه طبعا، في الريفراكتوري كيس سبيشالي لو كان معاها ايه؟ مين شاطر يقول؟ معاها ديس وديس، ديسفيجيا وديسفونيا. طيب مكتوبه في الفاسكولايتس فين؟ كامل الاحترام للكوازاكي، مين تاني؟ يلا يا دكتور قول لي. الانكا اسوسييتد يا دكتور، انكا اسوسييتد فاسكولايتس. بس للاسف الشديد ساعات ينزل لك السؤال في كل الاوتو ميون ديس اوردر، هتزود على دول بس حاجات النيورو البسيطه، يعني جليان باري سندروم، صح كده؟ الاي تي بي، شاطر. مين تاني يا دكتور؟ يلا قول لي. كرونيك انفلاماتوري دي مايليتنج بولينيوروباثي، هو بولينيوروباثي عادي زي الجليان باري سندروم، عشان كده يسموه الكرونيك فور. امال ايه الكرونيك انفلاماتوري دي مايليتنج بولينيوروباثي دي بقى؟ بنعرفها مين؟ بالنيرف كوندكشن والاي ام جي بتاعها. خلاص ان هو ما يركزوش في الكلام ده عشان بعدين التجميعات. انا بس باقي الدرماتوميسايتس، فهستأذنكم اسجلها بقى لان انا عندي ضيوف والله. الميكانيزم اوف اكشن ايه يا دكتور؟ اللي هو في ايه؟ اي في اي جي. اه بيسموها بلوكينج انتي بوديز. يعني ايه؟ بص يا دكتور، ادي البي سيل اهي، وادي عليها ريسبتور اسمه اي جي ام او اي جي جي. الريسبتور الاي جي ام ده يشبك فيه انتيجين، حلو كده؟ فتقوم هي تخلف عيال. احنا بندي بلوكينج انتي بوديز بيقفل الريسبتور دي. اثنين، لما الليفل بتاع الاي في اي جي يرفع بالفيدباك ميكانيزم يوقف عمل البي سيل، بس الاكشن الاساسي انه بيقفل الريسبتور. اي سؤال يا دكاتره؟ معلش يا دكتور، معلش يا دكتور محمد، نعم. الميكانيزم اوف اكشن تاني، والدوز، الدوز بتاعته، وازاي بنديه الريجيم اه بتاعه هو الريجيم عشان بتاعه في الاوتو ميون ديس اوردر، الريجيم بتاعه الاساسي ان احنا بندي
اول حاجه يا دكتور كل حاجه زي اللوبس مثلا. طيب لو مايلد فورم او سيفير فورم الاساس ايه؟ 2 جرام بير كي جي على 5 ايام. 2 جرام بير كي جي على 5 ايام يعني بتقسمهم ب 2 جرام، بيتقسموا على بتقسمه خمسة. على 5 ايام. over 5 days. لكن في حاجات مايلد مثلا يعني لوبس ومعه اي تي بي، هل هتدي الجرعه العاليه دي؟ لا طبعا، 1 جرام بير كي جي بير داي لمده يومين. بس الجرعات اللي هتلاقيها مكتوبه في معظم الكتب اللي هي 2 جرام بير كي جي على 5 ايام. طيب لو نينيت اللوبس تدي جرعه كام؟ هل ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير ديزيز؟ الواد هيموت من كونجنتال هارت بلوك. سيفير طيب يبقى لازم تدي بارسمال الجرعه ولا العاليه. كومبليت طيب على حسب الديجري بتاعته بتاعه. ما اصل الهارت بلوك يا دكتوره ده اسمه سيرد ديجري هارت بلوك، هو من اسمه كده مش على حسب الديجري. الهارت بلوك فيرست وسكند ماشي. وثيرد. الكومبليت هارت بلوك اللي معانا في الاس ال اي الفنتريك المنفصل عن الاتيوم. عشان كده هم يقولوا نعم. يا دكتور محمد بعد اذن حضرتك، أمور. هو الميكانيزم اوف اكشن كبلوكينج انتي بودي، هو بيبلوك السولابل انتي بودي في سيركوليشن ولا بيبلوك ايه على البي بيبلوك سيل؟ انا ما الريسبتور فهمتش للبي سيل يعني. عشان ما تطلعش انتي بوديز تاني. لكن الانتي بودي اللي اوريدي موجوده لا ما بيعملهاش حاجه دي. عشان كده هو دايما بيبقى كومبايند يا دكتور امل مع الاسترويد والسايكلوفوسفامايد او الاسترويد والريتوكسيماب، وتعملي معاهم اي في اي جي. يعني التي سيل ميدييتد ديزيزز هو ملوش دور فيها قبل كده يا لا دكتور مالوش. محمد؟ لا لو تي سيل وبتشغل البي سيل بعدين تمام. بيشتغل، لكن الاساس هو البي سيل ميدييتد ديزيزز ده الاساس. خلاص يا دكاتره بقينا بس الدرماتوماسايتس كلكم طلبتوها، طيب انا لو هسجلها سمحت يا لكم دكتور، بس بس في في سؤال نص كده. ساعه بعدين. اتفضلي يا دكتور. ايوه دكتور معلش، بس في حالة عندي حالة روماتويد ارثرايتس بقالها تقريبا